اسمي بثينة يعقوب نصار، عمري 67 سنة، بشتغل مديرة روضة إسعاد الطفولة اللي اسمها سعيت إنه يكون هدف من أهدافي اسم الروضة. ب67 في آخر ال67 كمان أجا خطيبي من العراق اللي هو كان ساكن بالعراق، وانضم لأسرتنا بعض الوقت، يعني مش دايما يجي عنا يسلم ويروح، وسكن في البيرة هو كسكن ويزورنا باستمرار. هلأ تعرفنا على بعض إحنا يعني وإحنا كبار، مش نعرفش بعضه، هو صغير ما بعرفه أنا لأنه مسافر من زمان، كان بالعراق الثاني من الخمسينات. هلأ بال67 أنا كنت مخلصة توجيهي بال66، بال67 صارت النكسة ودخلوا الإسرائيليين عنا. بعد فترة يعني مش كبيرة بال68 أعتقل جوزي اللي هو جوزي، يعني أعتقل وما كناش ولا إشي، ما خاطبين ولا إشي، بس مسميين على بعض عرفتي. ودخل المعتقل وانحكم 3 مؤبدات و10 سنين. يعني كنت أنا أحب الشغل تطوع بدون مقابل، حتى في كانت فتحت روضة، بس هاي الروضة بعد بالثمانينات بدناش ندخل فيها. في هاي الفترة كمان كنت أحب أحكي مع البنات الأصغر مني أوعيهن، نحكي في السياسة حاجات على أساس إنه يكونوا في الخط السليم، مش يكونوا ينحرفوا أو حدا يخدعهن في مشروع ما مثل العمالة وهي الحاجات. بعد فترة بسيطة يعني قصيرة جدا بال69 ب11/8 اعتقلت. ما فيش ولا أي تهمة علي إلا بدهم أنا أعترف أحط إشي من عندي عرفتي، فما كانش عندي لائحة اتهام من مرة فيش فيها إشي لائحة الاتهام إلا اسمي وأسماء إخوتي وين أبوي ومين إحنا في العيلة، بس هذه لائحة الاتهام وتوقيعي. وضليت عليها 1.5 سنة تقريبا، طلعت في 70، في 71 طلعت من 69. روحت على البيت، طبعا امي مش عاجبها الوضع، كل ما بده يصير اي حدث بدهم يجوا ياخذونا كلياتنا. فبعثت مكتوب لابوي، ما كانش في تلفونات، يعني بنتك هاي في خطر، لازم تاخذها عندك هناك بترتاح. أبوي مسافر من 53، أبوي وحداني كان لأهله، كان في الحرس الوطني الأردني، كانوا يهنوهم يعني وهم يدربوهم كل يوم، يتنفطروا فيهم يضربوهم، فسيدي ما أعجب الوضع كله سافر. سافرت على البرازيل بال71 بآخرها. أنا ما حب يعني البرازيل حلوة ومنيحة لأهلها طبعاً، بس أنا ما كنتش راضي عن وضعي هناك، دايماً كنت أبكي وزعلانة، أنام زعلانة، أنا وحيدة بالنسبة
أخواتي يطلعوا برا، أنا أضلني في البيت لحالي طول الليل. فأبوي يعني زلمة كبير كمان، ما كان عنده عيلته، ما كنت يعني وضعي مش طبيعي. هلا صرت افكر انا اني لازم اروح، انا اروح اساعد امي، اعيش مع امي، اشوف حياتي. ففي شهر 12/79 اصريت اني اروح. اهلي كانوا ضد الفكره، ما بدهم اياني اروح. ابوي يقول لي انت رايحه على جهنم الحمراء، لان هناك في يهود وفي سجن وفي تحقيق وفي ضرب وفي قتل. قلت له اهون من الغربه، أهون من الغربة، فعلا هي أهون. فرحت، ما رضوش يروحوا معي يسووا لي أوراق ولا إشي، فصرت أنا أروح لحالي وعملت أوراقي وروحت. بعد هيك طلع طبعا بال85 طلع جوزي من السجن ووصل سوريا. كان أول إشي بليبيا 6 شهور قعدوا، وفي الآخر وصلوا سوريا. فصار على تلفونات البلدية وتلفونات هذا قليل من البلد اللي عندهم تلفونات يتصل عليهم إنه ابعتوا لي خطيبتي لازم تيجي، بدي خلص يعني الطبخة استوى على رأيه. طبعا انولدوا وفا وصابرين في سوريا، وفا في سوريا وصابرين انولدت في سوريا، واجوا معي على فلسطين ودخلوا في المدارس في فلسطين. طبعا درسوا كملوا دراستهم في فلسطين. اسمي وفا نصار، عمري 25 سنة، خلصت درست اعلام في جامعة بيرزيت، خلصت بال2010 وبكمل حاليا ماجستير حقوق إنسان، ديمقراطية وحقوق إنسان. وهلأ بشتغل في راديو هون في فلسطين اسمه أحلى فم. الثانية بتوقيت فلسطين، أهلا بكم. استشهاد مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة. اسمي صبرين نصار، من بلدة بيتونيا قضاء رام الله، درست في جامعة القدس في أبو ديس هندسة إلكترونيات، تخرجت منها عام 2012. هلا بقينا في الشام في سوريا تقريبا 10 سنين، احنا سكننا في الشام 10 سنين لفترة ان البنات كانوا واحدة بصف تاني وواحدة ثالث وواحدة صف تاني بناتي. رجعنا بال95 على البلد، وكان اقتراح جوزي ان روحي على البلد افضل، لان الاهل وأنا كنت حاسة بغربة كمان في الشام في سوريا، حسيت بغربة بالبرازيل لأني بحب بلدي بحب وطني، وحسيت بالغربة بلد عربي كمان، مع إن كانوا كتير مناح معنا وعمرهم ما سألونا وين رايحة ولا عمرنا حملنا هوية ولا إشي، عاديين زينا زيهم. فبس الواحد بحس بالغربة لأنك انتماء لوطنة أكبر بكتير من اللي بترتاحي له في الغربة. يعني هو لما حكينا روحوا على أساس إن فلسطين خسرت، هو بكفي هو برية البلد، لازم بناته وزوجته يكونوا في البلد ويمشوا بداله هو في البلد باسمه، يعني إحنا نكون. طبعا أنا بحب الأطفال وحبيتهم كثير في فترة وأنا أشتغل معهم في 66 و67، فرجعت
طبعا كان في روضتين مفتوحة في بيتونيا. كنت أفكر شو بدي أشتغل شو بدي أعمل، فإجت صديقة إلي من صديقات قالت لي أنت أصل الروضات ومن أول الروضات يعني، فليه ما تفتحي روضة بيتك، خلي روضة وأسكني وين ما كان. فسكنت عند أمي وفتحت الروضة. يعني جوزك ولا مرة شاف هذا البيت؟ لا جوزي ولا مرة شاف. اخترت أدرس ديمقراطية وحقوق إنسان لأنه عم بشوف الوضع هون في فلسطين كله غلط، وهذا الاشي خلاني اعرف يعني احس انه انا لازم اعرف اكثر عن الحقوق الدولية والديمقراطية كيف بتطبق هون في فلسطين. بس في شغلة اللي بتقلقني انه مثلا بنتي هلا خاطبة على واحد هوية قدس واحنا ضفة، فما الهوية تختلف وهي مش مسمح لها تفوت القدس حاليا، فهاي بتقلقني يعني الوضع الحالي اللي احنا فيه. في حالتنا احنا الفلسطينية لون الهوية اشي كتير يعني مهم في حياتنا، فأصحاب الهوية الخضراء هم أصحاب أو الناس اللي عم بيسكنوا في الضفة، أما الناس اللي ساكنين في القدس طبعا ما هم حاملين هوية زرقاء. وإذا أنت بدك أنت كفتاة بدك تاخدي حدا، بدك تتزوجي حدا من القدس بده يكون حامل هوية زرقاء، فهي رح تكون مشكلة لإلك في المستقبل، رح يعني أنت مش بس لحالك رح تعاني منها، أولادك كمان. مرات بشوف يعني في تقارب بين حياتنا، يمكن تكون حياتها وحياته مع بعض يكونوا شبيهة بحياتي، فيها غلبات يعني وصعوبات يعني. على الحواجز الواحد بيواجه أشياء ما بده يشوفها كل يوم، بتوقف بالشمس لساعات، مرة بتضطر انك تنزل من السيارة تستنى، مرة بيكونوا يفتشوا بطريقة غير معقولة ومش مقبولة. كفتاة كانوا ينزلونا بالشمس لساعات، مرة كانوا يبحثوا عن شباب او من دون سبب. في اشياء ما بدك تشوفها كل يوم، في اشياء انت بتضطر تواجهها كل يوم. بالنسبة لي كانت انه تيجي على الشغل على الجامعة كل يوم بالاسبوع متأخر ممكن ساعة ممكن ساعتين عن دوامك، that was hard، كانت صعبة علي. بعد ما تحرجت من الجامعة توظفت في العيزرية، كانت المنطقة شوي صعبة علي لأنه كانت تحتاج إنه ساعة أوقاتا 20 دقيقة أوقاتا ساعة ونص، بتمر عن طريق حاجز جبع، مرة بيكون مسكر، مرة في عندك حواجز طيارة، فكان كتير الإشي صعب، فاضطريت لأقدم استقالتي. في فترة خطبتي أنا برضو ما كانت طبيعية، يعني أنا المفروض أروح أشوف أهله وأهله كمان يجوا يشوفوا أهلي أو نقعد مع بعض كعائلة واحدة، لأنه إحنا صرنا هلأ عائلة واحدة. هلأ اللي عم بيصير إنه هم لما بيقدروا يقطعوا الحاجز ويجوا بيقدروا يجوا، بس إحنا من طرفنا إحنا اللي عايشين في الضفة ما بنقدر نروح على القدس إلا بتصريح. فأنا لهلأ ما شفت بيته اللي في القدس، ما تعرفت على عائلته بشكل طبيعي ويعني اعتيادي. حتى لما اجيت انا اقدم تصريح اني اروح، مش انه بس زياره، المحكمه الاسرائيليه طلبتني اني اروح، الاسرائيليين رفضوا انهم يعطوني تصريح. في فلسطين البني ادم بربى وهو حامل قضيته،
ما بيحضر هو القضية اللي بده يدافع عنها. الموضوع شوي انه بيكون بتعمق في كل شيء، فلسطين بتفوت في كل شيء، في كل تفاصيلنا. بتضطر انك تحضر كل شيء بما يتناسب مع الوضع، بتضطر تعمل كل شيء بما يتناسب مع الواقع اللي انت بدك تعيشه كل يوم. لما بدك تحلم، بدك تحلم بإشي قريب جدا لواقعك. بالنسبة إلي أنا مرات كتير بحس إنه في أشياء عم بفقدها بعلاقتي مع خطيبي، أو ممكن أفقدها في المستقبل. يعني أبسط إشي، وأنا بحب يعني أكون أنا عم بمشي على البحر أنا وياه مثلاً، هذا الإشي مش رح يصير. أو إنه أشوف بيته في القدس، أو أمشي معه في الشوارع القديمة للقدس، هذا كمان الإشي مش رح يصير. الشهر العسل تبعنا هو رح يضطر يطلع من مكان وأنا أطلع من مكان تاني، لأنه مش رح أقدر أدخل لأطلع معه من المطار، فرح أضطر أنا أنزل على الأردن عشان أقدر أسافر. فكتير أشياء عم بتضيع علي، عم بتضيع علي يعني تحت هذا الوضع. بس بتمنى يكون أفضل أفضل، حتى لو شوي يعني يكون أفضل. هلا عشان أحاول إنه أخلي الوضع طبيعي لإلي في المستقبل ولعائلتي، يعني أنا لما بدي أتزوج حتى مش رح أقدر أختار المكان اللي بدي أقعد فيه، رح أختار مكان. إحنا الأماكن حتى مقسمة عنا ضفة وقدس، وفي أماكن بقدر أهل القدس إنه يعيشوا فيها اللي هي مؤقتاً لحد ما ياخدوا الهوية. فأنا رح أضطر أعيش في هاي المنطقة اللي هي تعتبر منطقة، بديش أحكي حدودية لأنه إحنا هون في بلد واحدة، ولكن هي منطقة اللي بتخليني أو بتسمح لي في المستقبل ممكن إذا في أمل يعطوا أولادي ويعطوني يعني جمع شمال وهوية زرع. النساء الفلسطينيات عم بيتوجهوا للتعليم علشان يثبتوا حالهم في المجتمع الفلسطيني، في سوق العمل. ما كانش إشي طبيعي يمكن بالزمانات، بس هلأ هو ضرورة. عشان تثبت حالها لازم أن تكون معها شهادتها. يمكن للرجال مش هيكون الموضوع صعب كتير لأنهم فيهم يمتهنوا أي مهنة. بالنسبة إلي أنا اللي لاحظته أن الطالبات عددهم أكبر من عدد الطلاب في جامعتي. تعليم بناتي مساهمة، شغلي مع الأطفال كمان مساهمة، بعتبره في اللي بعلمهم إياه وبعطيهم إياه كمان هذا نوع من النضال. فيش يعني النضال ما هو عدة أشكال، فيه له عدة أشكال. إحنا بنواجه الاحتلال بعدة طرق. أولها المقاومة، هي عن طريق الوجود. مجرد وجودنا هون هو بيثبت إننا إحنا هون. ممكن أتعرضوا لظروف حياة أفضل عن طريق الموسيقى والفن، فيهم يعبروا عن حالهم مش مجرد بالكلمة أو بالحجر. إحنا بنساهم برضو مع الفلاحين إنهم يضلوا في أراضيهم، إحنا بنساعدهم بزراعة الأشجار لحماية الأراضي من المصادرة. الإنسان الفلسطيني حامل لقضيته، إحنا بنحاول نرسخ هالشي. إنك تزرع بالأطفال حب الوطن والقضية هي أهم شيء، لأنك عم تحلق في جيل جديد واعي عن طريق العمل التطوعي والهيئات والمجموعات الشبابية اللي موجودة. في كتير أشياء عم بتصير عم بتخالف القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان هون في فلسطين، وهذا الإشي في عليه سكوت دولي وعالمي. وإحنا هون كفلسطينيين لازم نعرف هاي القوانين عشان نعرف ندافع عن أنفسنا قدام العالم. مساهمة المرأة الفلسطينية ما كانت متوقفة على زمان أو مكان معين.
المرأة الفلسطينية في الميدان من الزمانات كانت تساهم، كان الإشي ما يقدر الرجال يعملوا كانت تساهم فيه هي. المرأة الفلسطينية ما زالت الأمال معلقة عليها وعلى نشاطاتها، فينا إحنا نرفع الوعي العام بالقضية الفلسطينية، فينا إحنا نحلق مستقبل أفضل، وإحنا الأمل كله معلق علينا. بتخيل فلسطين في المستقبل تكون بلد حر خالي من الاحتلال، بلد ما في نزاعات لا داخلية ولا نزاعات خارجية عليه. بهذا التصور ممكن كل إشي يكون باعتبار سهل. يعني بتخيل فلسطين إذا كانت خالية من الاحتلال هي باعتبار جنة. رؤيتي لفلسطين في المستقبل لأطفالي إنها تكون أفضل مما أنا اللي عشتها. ما بديهم يتعرضوا للظروف اللي أنا عشتها، بديهم فلسطين حرة، فلسطين اللي لازم تكون. إزالة الحدود وإزالة الحواجز، هاي واحد. إزالة الفروق الاجتماعية، إنه هذا سياسي هذا مش عارف إيش، يعني ما يكونش فيه فروق، يكون فيه ديمقراطية وحرية تعبير، الواحد يقدر يعبر عن حاله بأمان، يعني مش يضل خايف من الوضع، يروح يزور رحلات كمان بحرية، يعني يشوف بلده مش بتونيا وبس، بلده فلسطين، يافا، حيفا، الرملة، عكا. احنا غير التصريح، واللي بيطلع مرفوض ما بقدرش يشوفها. هذا بحز في نفسنا وبنتمنى انه يزور هذا كله. اطفال السجون، كم واحد سنة حكيف؟ كم تصبح ديتشو؟ 5 بس؟ أعتقد فيشي أكثر من هدول مهم. دائم القدرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسى، دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صباحاتي مساء. جئت في زمن الجزر، جئت في عز الثوب، جئت في عز الثوب، شاشعر في